السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فلاح الصغير. الآن نتواجد بمنطقة بالقصيري، مشرع بالقصيري، إقليم الغرب، إقليم الغني ذو التربة الخصبة اللي معروف بشتى المحاصيل الزراعية وخاصة الأشجار المثمرة، حمضيات، أفوكادو، تفاح، إيجاص وما إلى ذلك، جميع الأشجار المثمرة وكذلك الخضر والفواكه. جينا باش نشرفوا على العملية ديال الحفر ديال الحفر، تجهيزها من أجل زراعة الحمضيات، النوع ديال كات سيزون، يعني أربع فصول، الحامض أو الليمون أربع فصول. الآن نشوفوا الملاحظة الأولى في الحفرة اللي داروا الشباب. هنا الشباب تبارك الله عليهم راه داروا مجهود. قرب عندي يا أستاذ. إذا إلا لاحظتوا معايا هذه الحفرة، زيد أستاذ شوف هنايا هبط شوية. إذا هذه الحفرة هذه تقريبا فيها 30 سنتيم في العمق، ومن هنا 30، ومن هنا حوالي 40 سنتيم. هذه فيها بعض الاخطاء، اذا هذه غنعاودوا لها الخدمه، لان ما كافياش باش نزرعوا فيها. هذه ممكن نوضعوا فيها لافوكادو، ولكن لا يمكن ان نضع فيها شتله الليمون اربع فصول، لانه يحتاج على الاقل 60 او 50 حتى 70 سنتيمتر في العمق، وكذلك 40 الى 50 سنتيمتر في العرض. اذا نشوفوا النموذج ديال هذه الحفره، هذه قمنا بالتعديل ديالها. لاحظوا هنا هذه الحفره هذه قمنا بالتعديل ديالها، كانت مثل الاولى. هذه هي الحفره تقريبا فيها في العرض حوالي 50 سنتيم، وفي التحت 60 سنتيم. اذا هذه هي الحفره بالنسبه للناس اللي باغيين يزرعوا اشجار الحمضيات. اذا هذه بهذه الطريقه نجهز الحفره، على اساس غادي نوضعوا فيها السماد الطبيعي المخمر او السماد البلدي المخمر. وهنا عافاكم الله يرضي عليكم، انتبهوا معايا، لان اغلب المزارعين والفلاحين تيديروا الغبار ولكن ما كيوضعوش السماد البلدي المخمر. بالضروره خصو يكون متحلل او مخمر. علاش؟ لانه لان الغبار الاخضر يحتوي على نسبه عاليه من الازوت ومن الفوسفور، ومنين كنوضعوه مع الشتله والشتله باقا حديثه باقا صغيره فتيه يلا خارجه من البيبينير من البيت المغطى، بقى مازال خصها تانتيغرا مع التربه الجديده، وملي تنعطيوها الفوسفور ولازوت عالي كيحرق ليها الجذور وكتموت الشجره. والفلاحه كيتشكاو من هذه المساله، تيقول لك الشجره ماتت ليا، ماتت لانك درتي الغبار خضر. لهذا خاص استعمال الغبار المتحلل، على الاقل يكون عنده عام، كنسميوه في المغرب بلغه الفلاحه ديالنا تنسميوه الغبار الحايل، يعني القديم المتحلل. اذا غادي نوضعوا كميه ديال السماد، غادي نرشوها بالماء ونخليوها على الاقل 15 يوم الى شهر او شهر ونص، عاد نجيبو الشتلة. علاش؟ لأن المرحلة كما قلت في واحد في المقطع آخر، هاد لازون هذه هاد المنطقة خاصها تاخذ لي ماتيغ أورغانيك اللي كاينة في السماد البلدي المتحلل. منين نوضعو الشتلة ونسقيوها بالماء، ومنين تطلق الجذور ديالها غادي تلقى المواد العضوية اللي غتغدى عليها، وبالتالي الشجرة غتطلع في نمو طبيعي ديالها. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، قرب أستاذ عندي هنا، هو هاد العشب هذا. هاد العشب المدمر عدو ديال المحاصيل الزراعية اللي كنسميوه النجيل بالعربية أو النجم. هاد العشب هذا ينافس الشجرة في المواد الغذائية ديالها، بالتالي خصنا نتخلصو منه. إذا هاد الأرض هادي تقريبا هاد البقعة اللي شفت اليوم مليئة بالنجم. الحل هو أننا ملي غادي نزرعو غنحاولو نخدمو على الشجرة من الجنابس ديالها بالمعول أو بالكروشي أو بشي آلية أخرى، ونقلعو، نستعملوا طريقه طبيعيه باش نحيدوا الشبكه ديال هذا النجم، هذا العشب، ونخليوا الشجره بدون منافس. ولكن في الجنبات نقدروا نستعملوا الطريقه الكيميائيه، هي اننا نجيبوا واحد مبيد ديال هذا النجم تحتوي على لا سوبسونس اكتيف ديالو سميتها الكليفوزات. هذه الماده الكليفوزات هي اللي كتقتل النجم. تنداويو في المره الاولى، ما تكونش الشتاء وما تكونش الضبابه وما تكونش الحراره حتى العشيه، نداويو وندوزو 14 يوم ونعاودو نداوي. من بعد الى عندكم شي اسئله تركوها في التعليقات. اذا بهذه الطريقه غادي نقضيو على النجم وعلى باقي الاعشاب الضاره، وغنحتفظوا فقط بالاشجار. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا المقطع، بناء على الاسئله اللي توجهت اليوم، بناء على الاخطاء اللي يقوموا بها المزارعين، وشكرا لكم.